عند الوالي ديتو لا ديتو لا الوالي ما كنقدر نقول لا والو هذا غير الوالي حنا غنقدام القياده غنضربو حتى دابا بقى انت ما لا ولايه لا والو ما كاينش والو والله ما نمشي واحد الوالي الرباط كلشي غادي يدير الرباط ما البوليزاريو شيتو باش تحكم الشعب كتعرفوا الشعب كان المؤامره او والله تاخذوا الضوء كاين اوامر نعطيكم باش تاخذوا الناس بعد احتجاجات وبعد اعتصام بعد اعتصامات جميع اشكال نضاليه من اجل حق من الحقوق من ابسط الحقوق المشروعه للمواطنين اللي هو ادخال عداد كهربائي 70 من طرف وجهه الشاويه ورديقه. وكان اجتماع مع السيد الوالي، هذا الاجتماع كان ايجابي وتطات الاوامر من طرف والي جهه الشاويه والدقه. المصالح الخارجيه اللي هي اللجنه التعمير، اللجنه الاقليميه ديال التعمير واللجنه المحليه باش يسهلوا المساطير، يبسطوا المساطير ويعطيوا للناس الكهرباء، يستافدوا هاد الناس المواطنين اللي كاين لي 5 سنين 6 سنين 7 سنين دافع طلب ديال الكهرباء، ادخال عند الكهربائي وباقي الان ما عندوش ضوء. ومن العار والخزي اننا في الالفيه الثالثه وباقي الناس كيدوروا بالشمع، كاين وليدات الصغار مساكن كيقراو الشمع. هذه القمه ديال الحقره. ومؤخرا تعطات رخص عطاوها مسؤولين ديال الجماعه، ربما رئيس الجماعه او اللي عنده تفويض ديال التعمير، عطاو اخواس ديال ادخال عدد كهربائي بشي 5 الرخص او 7 الرخص. هي تعطات مؤخرا شي 15 يوم باش تعطات، والناس حنا باقين ومازال غنناضلوا. جميع الاشكال النضاليه غتكون حاضره وبما فيها اعتصام مفتوح حتى حين او الى حين تلبيه المطالب المشروعه ديال هذا الشعب، ديال الساكنه المحقوره من طرف جماعه سيدي حجاج ومن طرف السلطات، سواء على السلطه المحليه او السلطه على مستوى الدائره. حنا هنا نطالب بحق مشروع بالابسط الحقوق اللي هو ادخال عداد كهربائي. دخل عند اللجنه دابا هي مجتمع حاليا في الجماعه اللي كتكون من عدة مصالح: لجنة التعمير، لجنة العمالة، لجنة الإقليمية، ورئيس مجلس الجماعي، وكتكون من اللجنة المحلية اللي فيها التقنيين، ومن لجنة جات مع لجنة من لوينه من المكتب الوطني للكهرباء، ولجنة من الوكالة الحضارية.
لمسنا أن هناك تماطل، ولمسنا أن هناك ناس بغا غير وقت، ربما بغين يأجلوا، وهناك تأجيج كيأجلوا الأوضاع، وكاين احتقان شعبي، الناس كتطالب حقوق بسيطة اللي هي الكهرباء لا أقل ولا أكثر. ولمسنا أن هناك تماطل من هذه اللجنة من المصالح الخارجية، وحنا كنحملوا المسؤولية. أبو المال ديال المواطنين، نتاع حقوق الأفراد، نتاع حقوق الجماعات. ما غاديش نبقاو نستركلو ونبقاو نشجبو أي واحد رمز من رموز الفساد عطى مؤخرا دراهمات لواحد الصحافي اللي معدود على السلطة الرابعة، وقال لك بأن كاين دواعش في منطقتنا، كاين داعش، كاين دواعش هنا عندنا. شوف الحملات الانتخابية، بغاو يضربوا المساجد. 10000 ريال باش تكتب المقال، 500 درهم باش تكتب المقال. الناس ما تعرفش الخبز. صحافة مأجورة، صحافة هاد المترزقة والمرتزقة باش يدير راسو، ما نديوش عليه مسكين. السلام عليكم، شتا الخبز مع داعش؟ والناس هنا عاديين، داعش والدواعش هما والدواحش والدواحش والدهوشة هما. اللي بغى يشوهنا منطقتنا وبغى يسيء لينا منطقتنا والمواطنين والساكنة ديالنا، والله تنسيئوا ليه، والله تمشيو لأبعد مستوى معاه. جاو لينا الدواعش هنا، غيوليونا الدواعش في كاينين، وهاد المساجد المحاصرة من طرف المتشددين. الحياة دوكا في الجميتروح وشادين كلاشتيكوف ومحاصرين المساجد عندنا، كاين هنا في المنطقة كاين المساجد عندنا محاصرة هنا، والناس عندها السلاح هنا. مرتين شي في المريخ؟ كاين عندنا هنا هادشي المريخ، عندنا مساجد اسيدي فيها الحياة وعندهم كلاشتيكوف. حسب التصريح، حسب التصريح الصحافي المأجور حسب كتابات هذا الصحفي ما كتب له، او هذا المراسل، او حسب ما كتب له. انا كتب لك، نحن كهيئة حقوقية نستنكر ونشب وندين. لا لا لا، هذا المقال وهذه التصريحات جريدة ورقية، هذه جريدة ورقية باش تكونوا واضحين. هذه جريدة ورقية، عندنا جريدة الصباح نكونوا واضحين، خاصة تدعي الجريدة وغادي ايوا المهم. التحوى الاخوان، قلتوا الله يجزيكم بخير، قلتوا الله يرحم الوالدين.